السلام عليكم خوتي المغاربة. مسؤوليتنا حنا الشباب ما كتقتصرش فقط على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وإنما بحركيتنا وفعاليتنا نساهموا جميع في التوعية والتهبئة الجماعية. مصير بلادنا وحبابنا بين يدينا. اختي المواطنة، نردوا بالنا مع حبابنا وولادنا، ناخذوا احتياطاتنا، نغسلوا يدينا، نغيروا كماماتنا، نرشدوا حركيتنا، راه بلادنا معولة علينا. الفيروس باقي بيناتنا، ما كاينش دواء فعال أو لقاح لحد الساعة. للأسف أعداد المرضى والوفيات ما زالت في ارتفاع، ورغم المجهودات المبذولة المستشفيات والأطر الصحية بدأت كتعيا، وكتبقى الوقاية واحترام التدابير الاحترازية هي الحل باش نكسروا سلسلة العدوى. فالوقاية خير من العلاج. خوتي التجار، خوتي المهنيين، مسؤوليتنا مؤكدة في حماية نفوسنا أولا وفي حماية الزبناء ديالنا. التباعد والكمامة والحرص على النظافة هي الضمانات ديال السلامة ديالنا كاملين. القوانين التشريعية والتنظيمية الخاصة بالطوارئ الصحية هي وسيلة للحد من انتشار الوباء، ولكن وعينا والتزامنا الجماعي هو أنجع من أي نص قانوني. خوتي المغاربة، لباس الكمامات راه واجب علينا منين نخرجوا من ديورنا، وما نساوش نغسلوا يدينا بالصابون باستمرار أو نعقموهم بالمعقم طيلة اليوم. هذا الشيء ولا بد من تفاداوه. نقيسوا بيدينا الأعين ديالنا أو الأنف أو الفم ديالنا، راه فضل سلوكيات اللي هي بسيطة يمكننا نحميو نفوسنا وأيضا نحميو غيرنا. مغربنا عنده تاريخ كبير في تجاوز الأزمات، وإلى اتحدنا كلنا اليد في اليد غنتجاوزوا هذه الجائحة ديال كورونا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي إخواني، تلبية للنداء الملكي للإسهام في الجهد الوطني للتصدي لجائحة كورونا، فحزب العدالة والتنمية بحال العادة ديالو ديما كيوضع نفسه في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين، وكيطلق واحد الحملة وطنية للتوعية والتحسيس المسؤولية الجماعية ديالنا كاملين في وقف هذا الفيروس. وغادي تنخرط جميع الهيئات الحزبية المركزية والمجالية والموازية في هذه الحملة من نهار 13 وتنبير حتى 13 أكتوبر. والشعار ديالنا في هذه الحملة هو احمي نفسك وحبابك تحمي بلادك.